مراكز الدعم الفني موجودة في كل إمارة وكيف نظام العمل عندهم؟ نعم عنده طبعاً مع الجائحة صار العمل 24 ساعة. 24 ساعة. نعم 24 ساعة حتى يتم تغطية جميع الطلبات الدعم الفني. وأيضاً تم تشكيل فريق للأمن المعلوماتي عن طريق الدراسة عن بعد. أكيد الأمن المعلوماتي، الأمن السبراني. ما يمكن مهندس محمد اختراق، خلينا نقول خصوصا في الامتحانات ممكن يكون هناك أي اختراق ودخول من حسابات وهمية وأشخاص وهميين؟ طبعا احنا ما نستبعد يصير، لكن احنا الحمد لله بالمرصاد عندنا احنا تقريبا فريقين، قلنا الفريق الأمن الإلكتروني وأيضا عنده فريق مراقبة أنظمة الشبكات. هذا الفريق يراقب نظام الامتحانات، هذا النظام إذا مثلا سقط النظام على طول يبدأ يوجه الفريق المختص أنه يعيد النظام أونلاين.